عام غير وجه العالم. بعد العام 1945 لن يبقى أي شيء على حاله. معارك السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كانت الأكثر ترويعاً. كانت الأمور فوضوية وخارجة عن السيطرة. لقد شهد شهر يناير من ذلك العام معركة محتدمة في غابة أردين. هذا الهجوم المفاجئ أخذ الأمريكيين على حين غرة. في إبريل اندلعت معارك الشوارع في برلين من مبنى إلى مبنى بالمدفعية الآلية والدبابات. قرر أدولف هتلر القتال حتى الموت. كان واثقاً بأن نهايته الموت، لكنه شعر أن الشعب الألماني يجب أن يشاركه النهاية. وفي المحيط الهادئ استغرق الكابوس الوقت نفسه ليصل إلى نهايته. لم تتغير الاستراتيجية اليابانية، ألا وهي قتل أكبر عدد ممكن من جنود الحلفاء. في السادس من أغسطس ألقى الأمريكيون أول قنبلة ذرية في التاريخ. لقد تغير كل شيء. يمكن للبشر أن يصنعوا أسلحة رهيبة جداً لدرجة أنها يمكن أن تفنيهم. تجاوزت أعمال العنف في العام 1945 حدود التصديق، كما ظهر في معسكر أوشفيتس ومعسكرات الاعتقال النازية الأخرى. كانت المشاهد المرعبة تفوق قدرة البشر على التصور. الإبادة الجماعية والمحاكمات التاريخية وإنشاء الأمم المتحدة، هل سيتعافى العالم؟ ها قد بدأت بوادر الحرب الباردة تلوح في الأفق. أوروبا الوسطى والشرقية بأكملها كانت تحت سيطرة الجيش الأحمر دبلوماسياً وعسكرياً. بفضل لقطات أرشيفية استثنائية ستتعرفون على اللحظات الحاسمة في تاريخنا. ستتعرفون من قرب على المنعطفات الكبرى في ذلك العام الاستثنائي شهراً شهراً. لقد وضع الركائز لعالمنا اليوم. كان العام 45 شديد الأهمية من حيث النتائج اللاحقة المترتبة على أحداثه. كانت القوات السوفيتية مصممة على عدم السماح بأي هجمات من الخلف، حيث كلما تقدموا كانوا يجدون المدنيين في الأقبية، وأحياناً لمجرد الحيطة والحذر وخوفاً من وجود جنود مختبئين بين المدنيين، فقد كانوا يلقون بالقنابل اليدوية في الأقبية حيث المدنيون. كان الجيش الأحمر يهدف إلى تحطيم آخر من تبقى من الجنود النازيين. عندما هاجموا برلين، كانت استراتيجية السوفييت تقوم على إرساء التفوق العددي في جميع قطاعات الجبهة. لقد أرادوا تعزيز قوتهم النارية من خلال وضع العديد من قطع المدفعية في كل اتجاه، وأخيراً المضي قدماً بغض النظر عن الخسائر البشرية. كانت استراتيجية السوفييت العسكرية مدمرة. لقد ارتكبوا أخطاء كثيرة. كانوا يرسلون دباباتهم إلى الشوارع، وهكذا تمكن شباب هتلر أو ميليشيا العاصفة الشعبية من نصب كمائن لهم من نوافذ الأقبية أو من نوافذ المنازل باستخدام أسلحة بانزر فاوست المضادة للدبابات، وقد خسر السوفييت الكثير من الضحايا. بينما تغرق برلين في الفوضى، وحد الحلفاء صفوفهم جنوباً، وفي 25 من أبريل التقت القوات الأمريكية والجيش الأحمر على ضفاف نهر إلبا. من الواضح أنه كان هناك مفوضون من الجيش الأحمر خائفون من الارتباط بالرأسماليين الغربيين وأعمالهم، كانوا يحاولون السيطرة على القوات. كان الجنود الأمريكيون مذهولين، وأحياناً كانوا خائفين قليلاً من مقابلة نظرائهم في الجيش الأحمر. كان زيهم العسكري مقطعاً وأسلحتهم صدئة وفي حالة سيئة للغاية. لكن على أي حال، كان الافتقار إلى فهم هذا الصراع بين الثقافات هائلاً للغاية. لم يكن أي منهم يتحدث لغة الآخر، لذا كانوا يتشاركون نخب النصر أو أي شيء ممكن للتواصل. لكنني أعتقد أن الفكرة الحقيقية التي كانت تدور في أذهان الأمريكيين
هي حمد الرب على نهاية الحرب. يمكنهم ترك هذا العالم القديم وأوروبا الفاسدة لمواصلة حياتهم الخاصة والعودة إلى الوطن، فقد قاموا بواجبهم. في انتظار العودة إلى الوطن، يقف الرجال أمام المصورين. صورة رمزية تخلد الحدث. على اليسار يقف الملازم الأمريكي ويليام روبرتسون، وإلى جانبه الملازم السوفيتي ألكسندر سيلفاشكو. انتشرت هذه الصورة الرمزية في جميع أنحاء العالم. بعيداً عن تلك الاحتفالات الصاخبة، يعاقب المنتصرون حلفاء هتلر الإيطاليين. في 28 من إبريل أعدم بنيتو موسوليني على يد مقاتلي المقاومة. وفي اليوم التالي في ميلانو تم تعليق الزعيم الفاشي وعشيقته رأساً على عقب. هتفت الحشود غاضبة أمام جثتيهما. وصلت أنباء الموت المذل هذه إلى ألمانيا. لقد رأى هتلر ذلك، وقد كان خائفاً من التشهير بجثته على الملأ، لذلك كان مصمماً على حرق جثته. وهكذا انتحر هتلر المحاصر. وفقاً لآخر الدراسات، فقد تناول عقار سيانيد قبل إطلاقه النار على رأسه. لقد انهارت ألمانيا، ومسحت صورة العالم التي رسمها النازيون. في برلين ومدن أخرى في ألمانيا انتحر قادة سياسيون وضباط عسكريون ومدنيون. كان هناك عدد كبير من حالات الانتحار، خصوصاً بعد أنباء وفاة هتلر. لم يذيعوا على الراديو أنه انتحر، قالوا إنه توفي وهو يقود جيشه. كان ذلك تغطية لحقيقة مرة، لكن بالنسبة إلى العديد من الألمان كان من الواضح أن انتحار هتلر هو الحل المشرف الوحيد. من المثير للاهتمام معرفة عدد الألمان بالإضافة إلى المسؤولين في النظام ممن اعتقدوا أن عليهم قتل أنفسهم مع عائلاتهم. بحثت دراسات حديثة في هذا وأظهرت أن هذا التفكير المروع كان هتلر قد غرسه بشكل منهجي في عقولهم. كان يتخيل أن سقوط ألمانيا مشابه لأحد مؤلفات الأوبرا لفاغنر. يوم وفاة هتلر اشتعل قتال دموي في مبنى الرايخستاغ، البرلمان التاريخي للإمبراطورية الألمانية. في برلين اتبعت القوات تكتيكاً عسكرياً لضمان احتلال المدينة من خلال الاستيلاء عليها مربعاً تلو الآخر. وفي النهاية، وبالرغم من أن بعض أجزاء من المدينة لم يتم تأمينها بعد، توجهت القوات نحو رمز الإمبراطورية الرايخستاغ من أجل رفع العلم الأحمر. وفي الوقت نفسه تقريبا كان هتلر قد انتحر توا في ملجأه، أو ربما كان لا يزال على قيد الحياة. التاريخ يكتبه المنتصرون وهم في حاجة إلى رموز. جميعنا نذكر صورة العلم المغروس على سطح مبنى الرايخستاغ، لكن في الواقع لم تكن للرايخستاغ أي سلطة سياسية في فترة حكم الرايخ الثالث. خلدت الصورة الملتقطة من قبل المصور السوفيتي الحدث للأجيال القادمة. تتعلق القصة الكاملة للاستيلاء على الرايخستاغ على ما إذا كان الأمر يتعلق بالنسخة الدعائية أو النسخة الحقيقية. تحاول النسخة الدعائية الادعاء بأن العلم الأحمر قد رفع بالفعل في تلك الليلة، إذ كان جاهزاً لصباح الأول من مايو، وهذا ليس صحيحاً في الواقع. كان ذلك مجرد مونتاج. حتى مع كل ذلك، كان عليهم تعديل الصور، لأن الجنود كانوا يرفعون العلم وأذرعهم مغطاة بجميع الساعات التي نهبوها.
بعد كل هذه السنوات من القتال الضار والقتل بلا حساب، وضعت الحرب في أوروبا أوزارها. لكن مرة أخرى في مايو من العام 1945 غيرت الرموز مجرى التاريخ. مع انتهاء 6 سنوات من الحرب، كانت القارة على وشك أن تشهد العديد من التطورات الدبلوماسية غير المتوقعة. وصل الألمان إلى ريمس، مقر آيزنهاور الرئيسي. أشار الألمان بالطبع إلى رغبتهم في الاستسلام من دون قيد أو شرط في الساعات الأولى من صباح 7 مايو من عام 1945. استكملوا استسلامهم وأقاموا مراسم استسلام في ريمس بفرنسا في مقر آيزنهاور الرئيسي، وبالطبع كان كل الحلفاء الغربيين موجودين وكذلك السوفييت. لكن تلك الصور لم ترق لزعيم الكرملين، لذلك طلب ستالين مراسم احتفال أخرى. أراد أن يكون الاحتفال في برلين في قلب منطقة سيطرة السوفييت، ولذا كان هناك احتفال آخر في اليوم التالي 8 مايو من عام 1945. إذا سألت أمريكا ما هو يوم النصر في أوروبا فسيقول إنه 7 مايو، وإذا سألت روسيا فسيقول إنه 8 مايو، كما أن الجنرال السوفيتي الذي شارك في مراسم الاستسلام في ريمس لم يحظى بمستقبل واعد أمامه. في ذلك الوقت لم تكن تلك التفاصيل الجيوسياسية ذات الأبعاد الخفية ذات أهمية بالنسبة إلى الشعب الأوروبي. بعد سنوات من المعاناة والدموع والخوف، كان قد حان وقت الاحتفال. وفي العديد من البلدان بالطبع استقبلت الجيوش المحررة بحفاوة استقبال نجوم الروك، لأنهم لم يكونوا محررين فحسب، بل كانوا أيضاً أغنى من السكان المحليين. كان لديهم شوكولاتة، ألواح شوكولاتة هيرشي، وجوارب حريرية، وعلكة، وما إلى ذلك، كما أنهم جلبوا معهم موسيقى الجاز. رقصوا وضحكوا وتآخوا. أحد أسباب تسمية العام 1945 بصيف الحب هو أنه لم يكن هناك الكثير من الحفلات مع قوات الحلفاء فحسب، بل لأن الكثير من الأطفال ولدوا بعد 9 أشهر أو أقل من ذلك الحدث أيضاً، وكانت مجرد علامة أخرى على عالم كان يحاول نوعاً ما أن يبدأ من الصفر ويعيد تشكيل نفسه بعد كل الموت والفوضى. حالات الاغتصاب التي ارتكبها بعض الجنود الأمريكيين منذ إنزال نورماندي لطخت صورة المحررين الأمريكيين، لكن المصورين مع ذلك التقطوا صور البهجة والفرح العارم للحشود العاشقة للحرية. لكن مظاهر الفرح العارم تناقضت مع حمام الدم الذي كان لا يزال يراق في المحيط الهادئ على بعد 1000 كيلومترات من أوروبا. اشتعلت معركة أوكيناوا في يوم النصر في أوروبا، إذ سمع الجنود ومشاة البحرية الذين يقاتلون في أوكيناوا بالطبع كل شيء عن ذلك النصر، والمراسلون متحمسون وحريصون على مشاركة هذه الأخبار الرائعة عن نهاية الحرب في أوروبا، وبالطبع كان الجميع سعداء لسماع ذلك، لكن الرأي العام كان يتساءل ماذا يعني ذلك؟ كيف يؤثر علي ذلك؟ بعد الاستيلاء على آيوجيما، توغل الأمريكيون في القتال في معركة مستعرة لاحتلال جزيرة أوكيناوا. تعد أوكيناوا هدفاً استراتيجياً كونها تبعد 500 كيلومتر عن جزر اليابان الرئيسية. في ذلك الوقت كانت الاستعدادات جارية من أجل تنفيذ عملية السقوط لغزو جزر اليابان، لكنها كانت ترعب المخططين في صفوف الحلفاء البريطانيين والأمريكيين، لأنهم كانوا يتوقعون تكبد 500,000 خسارة في الأرواح البشرية. خلال الحرب المستعرة كانت سفن الحلفاء تواجه خطراً جوياً. كان سلاح الجو الياباني، وبعدما طغت عليه مشاعر الهزيمة، يلجأ إلى سلاح لا يخيب تقريباً. إنهم طيروا الكاميكازي. في تلك المرحلة بالذات وجدوا أن الطريقة الأكثر فعالية هي ببساطة تعبئة الطائرات بالمتفجرات،
ومن ثم استخدام طيارين جدد كانوا قد أنهوا تواً تدريبهم الجوي لتوجيه هذه الطائرات مباشرة إلى السفن الحربية الأمريكية، وكان يرافقهم دائماً طيار مخضرم في طائرة أخرى جاهز لإسقاط الطيار المبتدئ لو غير رأيه في اللحظات الأخيرة وحاول تجنب تحطيم نفسه. اتبع اليابانيون الاستراتيجية نفسها، وهي تكبيد الحلفاء أكبر عدد ممكن من الخسارة في الأرواح والتشبث إلى أطول فترة ممكنة وفرض نوع من الحل التفاوضي أو الخروج من هذه الحرب بأي نتائج مهما كانت. في أوروبا، نهاية الحرب لم تعني عودة الأيام السعيدة. إلى أكثر من عام، تلت التحرير عمليات انتقام فيها الكثير من العنف والإذلال والظلم. في فرنسا، تم قص شعر النساء وتمت ملاحقة الناس في الشوارع لأنهم تعاونوا مع الألمان سواء فعلياً أم افتراضياً. خلال فترة الاحتلال الألماني، اتخذت بعض النساء عشاقاً من جنود الجيش الألماني أو أقمن علاقات مع ألمان، أحياناً للحصول على شيء يأكلنه، وأحياناً كنا يعتبرنها مغامرة، وأحياناً هرباً من عائلة متزمتة. كان هناك العديد من الأسباب، لكن هذا فاقم من إحساس الإهانة لدى الناس، علاوة على كونهم محتلين من عدو. وخلال صيف العام 1945، تمت تصفية الحسابات من خلال نظام العدالة أيضاً. في باريس، حكم فيليب بيتان أمام المحكمة العليا. هذا الرئيس السابق للنظام الفيشي، الذي كان آنئذ يبلغ 89 عاماً، كان متهماً بالخيانة والتعاون مع العدو. بالنسبة إلى ديغول والوطنيين المقاومين الفرنسيين، فإن الشخص الوحيد الذي وجبت محاكمته لإثبات عدم شرعية نظام فيشي كان بالطبع الماريشال بيتان. كان هذا شكلاً مريباً للعدالة، إذ تم وضع قوانين في بعض الأحيان لم تكن موجودة بالفعل من قبل. لقد كانت ذريعة لإثبات أن الدولة الفرنسية لم يكن لها وجود قانوني بأي شكل من الأشكال، إذ نشأت وقتها حاجة إن صح التعبير إلى تجنب تحقيق العدالة في فترة حملة التطهير القانوني. لكن كان هناك أيضا مسألة عدم ارتياح، لأنها لم تكن مقنعة للغاية من الناحية القانونية. حكم على المارشال بيتان بالإعدام، لكن خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة، كما واجه رئيس نظام فيشي السابق سخطاً وطنياً. سرعان ما تلاشى الفرح الذي صاحب التحرير، عودة المرحلين والصراعات السياسية والتقنين. لقد واجهت أوروبا سؤالاً مروعاً، كيف يمكن إعادة بناء قارة مدمرة؟ بدأ الصراع تواً، من سيتحمل تكاليف ذلك وما هي تكلفته؟ تخيل أن منزلك دمر في القتال، هل لا تزال تستطيع العيش هناك أم لا؟ كيف ستكون حياتك؟ هل خسرت في الحرب أشخاصاً من عائلتك؟ وكيف سيؤثر ذلك عليك؟ في مناطق الصراع مثل نورماندي في فرنسا كان الدمار مروعاً، وإذا نظر المرء إلى هولندا فهناك مجاعة الشتاء ومجاعة في إيطاليا ويوغوسلافيا. عانت كل أوروبا تقريبا بشكل مرعب. تساءل الكثير من الناس عما إذا كانت أوروبا أو حتى بلدتهم أيا تكن يمكن أن تعود كما كانت مرة أخرى. واجه البلد المهزوم دماراً لا مثيل له. دمر الرايخ تماماً. سحق المجتمع الألماني. وسائل النقل العام لم تعد موجودة تقريباً أو إطلاقاً. المنازل دمرت بمعظمها. كان الوضع كارثياً.
تشير التقديرات إلى أن 38 مليون منزل في ألمانيا تضررت أو دمرت خلال الحرب. صمم المنتصرون على الاستفادة من تدمير الرايخ، ورغب الحلفاء بشكل خاص في الاستيلاء على التقنيات التي ابتكرها مهندس هتلر. في حلول أوائل مايو استسلم علماء ألمان للأمريكيين، من ضمنهم فيرنر فون براون مخترع الصواريخ النازية. اختار أولئك العلماء المرموقون تبديل ولائهم والعمل لصالح العم سام. لم يحصل الجيش الأمريكي على الأدمغة وحسب. صواريخ V2 ومقاتلات نفاثة وكمية كبيرة من العتاد الألماني نقلت إلى الولايات المتحدة. تباهى الأمريكيون بعرض ما سلبوه، لكن خلف التباهي اتسمت عملية نقل التكنولوجيا بأهمية استراتيجية. خلال الحرب الباردة لعبت معرفة العلماء الألمان دوراً رئيسياً، لا سيما في برنامج الفضاء التابع لناسا. في العام 45 بدأ صراع القوة مع العملاق السوفيتي. في 2 أغسطس وعلى بعد بضعة كيلومترات من برلين أوشك مؤتمر بوتسدام على الختام. جلس جوزيف ستالين ووينستون تشرشل إلى جانب الرئيس الأمريكي الجديد. هاري ترومان حل محل روزفلت الذي توفي خلال الحرب قبل أقل من 4 أشهر. كان مؤتمر بوتسدام أهم مؤتمر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت بدأت الحرب الباردة بالفعل، بالرغم من أنها اندلعت عملياً بعد 2 فقط، إذ كان الحلفاء يحملون السوفييت مسؤولية ما كان يحدث في رومانيا وبلغاريا وجميع أوروبا الشرقية، لأنهم كانوا يخضعون للنظام الشيوعي. لكن ستالين رد من جهته بطرح أسئلة حول الوضع في اليونان، حيث كان الأنجلو ساكسونيين يفرضون حكومة لا تحظى بشعبية كبيرة. تجلى الصدام المستقبلي بين الكتلتين على الساحة الألمانية، حيث قسم الحلفاء المنطقة فيما بينهم. في الغرب استحوذت كل من بريطانيا والولايات المتحدة، كل منهما على منطقة وحدها، كما طالبت فرنسا بحصة المنتصر. في الشرق يسيطر الاتحاد السوفيتي على جزء كبير من البلاد، وقد قسمت مدينة برلين إلى 4 أقسام. لكن بالنسبة إلى ستالين، كانت ألمانيا مجرد حلقة غريبة من سلسلة تمر بالجزء الشرقي كله من القارة. خلال ربيع العام 1945 كانت أوروبا الوسطى والشرقية كلها تحت السيطرة الدبلوماسية والعسكرية للجيش الأحمر الذي احتل جميع البلدان في المنطقة. وشيئاً فشيئاً وقعت هذه البلدان تحت السيطرة السياسية للشيوعيين. عندما حرر الحلفاء الغربيون الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا الغربية، لم يكن النظام الذي طبقوه شيئاً جديداً. تم الحفاظ على الملكية الخاصة، وظل نمط حياة الناس كما هو. كانت المتطلبات الوحيدة هي الامتثال لنزع السلاح وتنفيذ الحكم الديمقراطي ومنع احتياجات النازيين ودعايتهم. لكن على الجانب السوفيتي، بمجرد دخول قواتهم إلى أوروبا، فقد كان لديهم هدف مختلف تماماً. لقد قصدوا إقامة أنظمة شبيهة بالنظام السوفيتي، ولذلك وضعوا سياسة اشتراكية وصادروا الملكية الخاصة، وبالتالي أنشأوا نظاماً اجتماعياً واقتصادياً مختلفاً تماماً.
في 6 أغسطس من العام 1945 وعند الساعة 8:16 صباحا انفجرت أول قنبلة ذرية في التاريخ في قلب مدينة هيروشيما اليابانية، مدمرة كل شيء في طريقها. تجسدت الخسائر الفورية في الأرواح وكانت الحرارة شديدة، احترق الناس واختنقوا. ثم بالطبع هناك المرض اللاحق من الإشاعات، لكن الكثير من الوفيات نتجت عن انهيار المباني. كان الدمار هائلاً. شرح الأمريكيون أو لنقل برروا استخدام القنبلة، مدعين بأنها ساعدت على إنقاذ الأرواح. لقد ادعوا بأن الخسائر البشرية فيما لو استخدموا الأسلحة التقليدية ضد اليابان كانت ستصل إلى مئات الآلاف من الجنود. أصبح من الواضح أكثر فأكثر مع تخطيط الأمريكيين لغزو الجزر الكبرى لليابان أن الخسائر ستكون مروعة للغاية على جانب الحلفاء، إذ يتوقع أن تبلغ الخسائر 500,000، بالإضافة أيضاً لملايين اليابانيين الذين سيموتون في القتال. قتل ما لا يقل عن 70,000 إنسان في ذلك اليوم، وهو رقم يجب أن نضيف إليه أصحاب الإصابات الخطيرة وعشرات الآلاف من الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال الأسابيع التالية. لكن تلك القنبلة لم تكن كافية لقهر اليابان. رفض قادة الجيش الإمبراطوري الياباني والبحرية على الإطلاق أي فكرة عن الاستسلام غير المشروط، لكن حتى مع العرض الأمريكي بالإبقاء على الإمبراطور الذي كان عنصراً أساسياً في أي قضية تتعلق بما ستكون عليه اليابان بعد الحرب، حتى ذلك العرض لم يكن كافياً لإرضاء القادة العسكريين المتعصبين. وعندها تم اتخاذ قرار بإلقاء القنبلة الثانية على ناغازاكي بعد 3 أيام. في تلك المرحلة تلقى الإمبراطور تفاصيل عن الدمار الذي حل بهيروشيما. كان يعلم أنه لا يوجد خيار. أعتقد أن صدمة تلك التفجيرات النووية هي التي أقنعت الإمبراطور أخيراً بأن يأمر بالاستسلام. في 2 سبتمبر 1945 كان العالم كله يشاهد خليج طوكيو. على جسر البارجة الأمريكية USS ميزوري جاء وفد يمثل الإمبراطورية اليابانية للإقرار بالهزيمة. وتوجه الجنرال دوغلاس ماكارثر قائد قوات الحلفاء في جنوب غرب الهادئ بكلمة إلى العالم. Of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. الآن انتهت الحرب العالمية الثانية رسمياً. لقد أودت بحياة أكثر من 50 مليون شخص، معظمهم من المدنيين. تبعث نهاية الفظائع شعوراً بالراحة، لكن يصاحب هذا الارتياح شعور جديد. منذ شهر أغسطس تغير شيء ما إلى الأبد. كانت فكرة أن قنبلة واحدة قادرة على تدمير مدينة كبرى بأكملها فكرة غير معروفة في تاريخ البشرية حتى هذه اللحظة،
كل شيء تغير، لقد بدأ العصر النووي، وبدأنا نرى أن البشر يمكن أن يصنعوا أسلحة رهيبة لدرجة أنهم يستطيعون إنهاء وجودهم فعلياً. صدى المذابح الجماعية لا يزال يصدح في الذاكرة الجمعية للبشرية. عاد الجنود الأمريكيون إلى الوطن، لكن بأي حالة؟ كثير منهم مصدومون، مثل هؤلاء الرجال الذين صورهم المصور السينمائي الشهير جون هيوستن في مستشفى في لونغ آيلاند. منع البنتاغون نشر الصور حتى العام 1980. ثم بعد إصابتك ماذا حدث؟ أشعر أن وضعي العصبي يزداد سوءاً. يزداد سوءاً؟ كل تلك الطائرات بقنابلها، قدت أن أقتل. أفصح المرضى الذين يرتدون الزي العسكري عن مشاعرهم وكشفوا مدى الضرر النفسي الناجم عن أهوال الحرب. إظهار العواطف أمر لا بأس به. أنا لا أفعلها عن عمد، صدقني. أصدقك، أنا أصدقك. أظن أنني تعبت من الحياة. أعاني مشكلة في النوم، أحلم بالقتال. مات رفيقي، رأيت أنني التالي، لا يستطيع المرء تحمل ذلك. تظهر هذه الصور العلاجات المستخدمة في محاولة علاج اضطراب ما بعد الصدمة كالتنويم المغناطيسي. ترجع الذكريات إلى مخيلتك. الآن لنعد إلى يوم الجمعة. نريد أن نخرجكم من شعوركم بالعزلة ونجعلكم تشعرون بأنكم مثل الآخرين، أو حتى المعالجة الجماعية. بالنسبة إلى هؤلاء الشباب، تكمن المشكلة في عدم قدرتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية. طريقهم سيكون محفوفاً بالصعوبات. لأنه في خلفية الحرب، أعادت سنوات القتال العديدة خلط الأوراق بالكامل. خلال سنوات الحرب بدأت النساء تتولى مناصب جديدة. كان معظم الرجال محبوسين أو يقاتلون على جبهات مختلفة، وهذا يعني أن النساء كن للمرة الأولى يشغلن وظائف كانت عادة حكراً على الرجال في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى من الاقتصاد. أثرت موجة الصدمة التي تلت الحرب على كل بيت وأسرة في أمريكا وأوروبا. لم تعد المرأة ربة منزل فقط، بل أصبحت مسؤولة عن إدارة الأعمال، وهذا بالطبع عزز مكانتها التي لم تعد مستعدة للتخلي عنها بعد الحرب. لكن كانت لا تزال المساواة بين الجنسين أمراً بعيد المنال. في العام 45 وفي الفترة اللاحقة كانت هناك انتكاسة كبيرة بالنسبة إلى النساء، لأن الرجال عادوا إلى وظائفهم، لكنهم شعروا أنهم فقدوا السيطرة على عائلاتهم ولم يعودوا هم مركز العائلة، وبالتالي كان هناك قدر هائل من القمع. لكن في العام 1945 لم تكن القضايا الاجتماعية أولوية لقادة الحلفاء. كان المنتصرون على النازية يركزون اهتمامهم على المستقبل السياسي للعالم. في 24 من أكتوبر 1945 دخل ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ. وقع الميثاق قبل 4 أشهر خلال مؤتمر سان فرانسيسكو، وقد أسس لإنشاء مؤسسة جديدة تماماً هي الأمم المتحدة. أظهرت 51 دولة تمثل نحو 80% من سكان العالم قدراً كبيراً من الطموح فيما يخص مستقبل العالم. كانت الفكرة هي عدم السماح بتكرار حرب كتلك ثانية، وربما يمكن للأمم المتحدة إخماد الصراعات على الكوكب، وربما يمكننا فعل ذلك إذا تعاضدت القوى العظمى معاً بشكل فعال للقيام بذلك. رجال من ذوي النيات الحسنة وصلوا من حول العالم. تم جر الأمريكيين على مضض مرتين إلى الحربين العالميتين في العامين 1917 و1941. لقد تعلموا الدرس، وهو أنه من المستحيل عدم الانخراط في الشؤون العالمية،
وهكذا قرروا قيادة نظام دولي حتى في أوقات السلم على أمل تجنب حدوث صراعات بهذا الحجم في المستقبل. من خلال هذا الحلم بنظام عالمي جديد أراد الأمريكيون أساساً تعزيز قيمهم الخاصة، لذلك فإن هذا النظام العالمي الجديد سيحكمه القانون والأمن. الروسي فياتشسلاف مولوتوف توجه بكلمة إلى الوفود وقد حذر من أخطاء عصبة الأمم. بالنسبة إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، كان من المهم للغاية ليس فقط المشاركة في هذه المنظمة، لكن أيضاً إنشاء مجلس أمن يحق فيه التصويت ويتمتع الحلفاء فقط فيه بحق النقد. بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي، مثلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن فرصة فريدة للقوى العظمى التي أصبح الاتحاد السوفيتي جزءاً منها الآن. لقد كانت فرصتهم لتقسيم العالم من خلال المفاوضات بطريقة هذه لكم وهذه لنا. كان من الواضح جدا لستالين أنه من مصلحته تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ. تهديد الحرب الباردة يلوح في الأفق، لكن المنتصرين في العام 45 لا يزالون متآزرين. في 20 نوفمبر بدأت محاكمة تاريخية في قصر المحكمة في مدينة نورنبرغ، في المدينة التي أعلنت فيها القوانين المعادية للسامية، وحيث نظم النازيون تجمعات ضخمة. قرأ المدعوون من دول الحلفاء التهم الجنائية. قراءة التهم استغرقت 5 ساعات. جرت المحاكمة على أمل التأسيس لنظام دولي يحكمه القانون والعدل. باسم الاتحاد الشيوعي السوفيتي، الجنرال رودينكو سيقدم. كانت فكرة إجراء المحاكمات مثيرة للاهتمام، لأن السوفييت هم الذين تحمسوا للفكرة أكثر من الأمريكيين. جزء من ذلك التشجيع يكمن في أن السوفييت كانوا معتدين على إظهار المحاكمات، أحبوها لأغراض سياسية. باسم الجمهورية الفرنسية، لم يكن هذا بالطبع ما أراده البريطانيون والأمريكيون والفرنسيون، فما أرادوه كجزء من هذه الممارسة لاستعادة النظام العالمي هو التأكيد على سيادة القانون، وسيادة القانون تعني أنه يجب توفير محاكمة عادلة لقادة الأعداء السابقين، وليس مجرد صفهم على الحائط وإطلاق النار عليهم. تم إنشاء محاكمات نورنبرغ لتعريف وتحديد الجرائم ضد الإنسانية، وقد ثبت أن بعض الجرائم كانت في غاية الأهمية والخطر، لدرجة أن البشرية جمعاء قد تأثرت، وليس فقط سكان بلد أو جزءا من سكانه. يجب أن تشكل هذه المحاكمة علامة فارقة في تاريخ الحضارات، ليس فقط لترينا أن الحق في النهاية سينتصر على الشر، لكن أيضاً ليرى الناس العاديون أن الجميع يجب أن يخضعوا لحكم القانون. محاكمات نورنبرغ التي حكم خلالها 22 شخصاً وحكم على 12 منهم بالإعدام وبعضهم بالسجن لفترات طويلة، بينما تم تبرئة الآخرين، اعتبرها الخبراء أمراً إيجابياً ورأوا فيها انتصاراً مهماً للعدالة. بالنسبة إلى معظم الألمان، كان رد فعل الأمريكيين وحلفائهم مفهوماً. الآن الدور لكم ولصمت مداولاتكم للاستماع إلى دماء الأبرياء التي تبكي وتصرخ طالبة العدالة. كما أنها وللمرة الأولى جعلت حجة الدفاع عن النفس أنهم كانوا ببساطة ينفذون الأوامر غير المقبولة. إذا كانت الأوامر غير أخلاقية فلا تطعها، لا يمكن أن يكون حجة بعد الآن. وقد أرست محاكمات نورنبرغ هذا المبدأ حقاً. لذلك كانت مرة أخرى طريقة لبناء عالم أفضل من شأنه أن يجعل الحروب المستقبلية أكثر صعوبة. لم تصدر الأحكام في محاكمات نورنبرغ حتى أكتوبر من العام 1946. في ديسمبر،
من العام 45 احتفلت الولايات المتحدة وأوروبا بعيد الميلاد على أمل تحقيق مستقبل أفضل. لقد كان العام 1945 بالغ الأهمية، فقد أدى إلى تدمير اثنتين من أكثر الإمبراطوريات وحشية في تاريخ البشرية، ألمانيا النازية والإمبراطورية العسكرية اليابانية. على جانب المنتصرين ظهر عالم جديد وضع الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي. الدول الأوروبية غير قادرة على إخفاء تراجعها. في الهند الإمبراطورية البريطانية على وشك الانهيار، والمستعمرات تطالب بحريتها. في الهند الصينية كما في أفريقيا ستعود فرنسا إلى الحرب. الصدام مع حركات التحرر من الاستعمار يلوح في الأفق. كان العام 1945 عصرياً بصورة جوهرية من منطلق أنه وضع الأساس لما هو عليه عالمنا اليوم. في نهاية العام 1945 بدأ عالم جديد في الظهور، عالم مترع بالوعود وبالتهديدات الجديدة.